أهلا بكم مشاهدينا في حلقة أخرى من منتدى أميكو. سيكون موضوعنا اليوم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الشيء الذي يميز مولده، وكيف يحتفل به الأثيوبيون في أثيوبيا. للحديث حول هذا الموضوع يسعدني ويشرفني أن أستضيف الدكتور الشيخ أبو بكر سليمان. كونوا معنا. دكتور أبو بكر سليمان، أهلا ومرحبا بك. بارك الله فيكم، وأنا أشكركم على استضافتكم وحسن استقبالكم. أستاذ أبو بكر سليمان، سؤالا أول سيكون: ما هو الشيء الذي يميز مولد النبي صلى الله عليه وسلم عن باقي أعياد المسلمين؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بالنسبة لي ما نسميه عيد الميلاد أو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يتميز عن باقي الأعياد لأنه كأنه أب والد لبقية الأعياد. معنى هذا الكلام أنه بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا رمضان، وبمجيئه عليه الصلاة والسلام عرفنا عيد الفطر، وبمجيئه عليه الصلاة والسلام عرفنا شرف يوم عرفة، وبمجيئه عليه الصلاة والسلام عرفنا يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. فلو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلينا لما كنا نعرف كل هذه الفضائل، ولما كنا نحتفل بعيد الفطر ولا بعيد الأضحى. فإذا ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب كل هذه الأعياد وكل هذه الأيام المباركة العظيمة، أي هو السبب لمعرفة هذه الأيام أنها معظمة، أنها مشرفة عند الله تعالى. فلذلك نسمي يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام هو عيد الأعياد، بعضهم يسميه عيد الأعياد، يعني هو الفاتح وهو السبب للحظة بعيد الفطر حتى نهنأ به ونشكر ربنا سبحانه وتعالى بعد صيام رمضان، وهو السبب لنحظى بيوم عيد الأضحى لنشكر الله على نعمه ولنطعم الفقراء والمساكين الأضاحي. فإذا هو الباب الأكبر لكل هذه النعمة، فلذلك نعظم يوم مولده عليه الصلاة والسلام ونصفه هو الباب الذي فتح لنا كل هذه الخيرات. جميل. كيف كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولده؟ يعني الإسلام لا شك هو دين جميع الأنبياء، كلهم دعوا إليه، وسيدنا إبراهيم عليه السلام ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لكن تجدد الإسلام أو تجددت دعوة الإسلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مجيئه كان هو السبب لتجديد الدعوة إلى دين الإسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يعظم هذا اليوم، وقد جاء في الحديث الصحيح الطويل الذي فيه ذكر أشياء كثيرة. كانت الصحابة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، فكان يجيبهم عليه الصلاة والسلام. من بين الأسئلة التي سألوها: لما يصوم يوم الاثنين؟ سألوه عن الصوم يوم الاثنين، يرونه دائما يصوم الاثنين، فقالوا له: لما تصوم يوم الاثنين دائما؟ فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ذاك يوم ولدت فيه، أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعظم ذلك اليوم لما له من العظمات والبركات، لما يحويه من الخير الكثير. فتعظيم يوم بعينه لا يكون لمجرد اسم اليوم، إن كان الاثنين أو الأربعاء أو الخميس أو الأحد، ليس باسمه لا شك، إنما لما يحويه من البركات والخيرات التي حصلت في ذلك اليوم. من الأمور العظيمة التي حدثت يوم الاثنين أن أفضل خلق الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد فيه. فمولده هل كان يحمل خيرا عظيما؟ لا شك، كان يحمل نور الإسلام
نور الإيمان، نور الدعوة إلى الإيمان، وكان يحمل معه التسامح، ويحمل معه العطف والرحمة والتآلف مع الناس والرحمة للناس، ويحمل من ميلاده عليه الصلاة والسلام خيرات أخرى كثيرة، الحفاظ على حقوق النساء وعلى حقوق الأطفال، كيف يعيش الزوجان وكيف تربى الأجيال ونحو ذلك، كل هذه الخيرات ولدت بمولده عليه الصلاة والسلام. فإذا مولده يعني يوم مولده هو يوم عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أنه يعظم يوم مولده. نحن نقول الاحتفال بالمولد شيء استحدثه الناس، هكذا يقول العلماء، شيء استحدثه العلماء الأتقياء، لكن من أسس له، من وضع الحجر الأساس لهذا؟ هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بتعظيمه لذلك اليوم الذي ولد فيه بعث رسالة إلى أمته أن يوم مولده يوم عظيم، فاهتموا بهذا اليوم واعتنوا بهذا اليوم، هذا يوم عظيم. ثم وافق أنه أنزل إليه الوحي كذلك يوم الاثنين، يعني بعث نبيا بعد أن اكتملت له 4 سنين صار نبيا، كان ذلك في يوم الاثنين. فذكر السببين لماذا يصوم، لأنه قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام بيوم مولده بعبارة أخرى، فاحتفال النبي عليه الصلاة والسلام، احتفاؤه، سروره، تعظيمه لهذا اليوم كان بالصوم، كان يصومه. فإذا نظرنا إلى طريقة الشكر أو التعظيم لا نجد فقط الصوم هو الطريقة الوحيدة للشكر أو للتعظيم، إنما هناك أنواع من العبادات، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا منها وهو الصوم، فدلنا بذلك أن هذا اليوم يعظم بطاعة من الطاعات، إن شاء بالصوم وإن شاء بغير الصوم. هناك طاعات أخرى مما تقرب إلى الله كالإطعام، كإطعام الفقراء والمساكين وقراءة القرآن ومدح النبي عليه الصلاة والسلام طاعة، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام طاعة، وكل هذه أنواع من الطاعات. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام احتفل، يعني عظم وكرم وشرف يوم مولده بالصوم. جميل. هل يجوز للمسلم أن يصوم في مولد النبي؟ يجوز، بل استحب العلماء صيام يوم الاثنين والخميس لأسباب عديدة، منها أن هذا يوم ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نلحظ بين المسلمين من يصوم الاثنين والخميس، وبعضهم يصوم الاثنين لا يستطيع أن يصوم الخميس، يعني يصوم يوما في الأسبوع، وهذا من أثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتباعه عليه الصلاة والسلام بما بدأ به. فلذلك الصوم في يوم مولده جائز، من كان يريد أن يشكر الله تعالى ويعظم هذا اليوم بالصوم فليصوم. جميل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، ولكن ما سر وراء تسمية عام الفيل بعام الفيل؟ عام الفيل، الفيل معروف الحيوان العظيم الجثة عظيم الحجم، لعله من بين الحيوانات البرية هو أكبر الحيوانات حجما من الحيوانات البرية، من غير أن نتكلم عن البحري. فذلك العام كان الملك أبرهة الموكل من قبل ملك الحبشة الذي كان رئيسا أو ملكا على اليمن، واليمن في ذلك الوقت كانت تحت الحبشة، يعني ملوك الحبشة كانوا سيطروا على اليمن على تلك الضواحي كذلك، وكان أبرهة الذي هو من قبل ملك الحبشة أراد أن يغزو الكعبة، ومراده أن يدخل إلى مكة
ويهدم الكعبة ويرجع. وجاء معه يعني جيش كثير، وكان في أمام الجيش الفيل، يعني الفيل معروف حجمه، كان معه فيل كبير هو الذي يكون في الأمام يقود الجيش. فجاء هذا الجيش ونزلوا قرب مكة، وكانوا أخذوا بعض جيوشه أو جنوده، أخذوا إبلا كانت هناك، وكانت هذه الإبل لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد المطلب لما عرف أنه جاء جيش ليهدم الكعبة أخبر الناس أن يخرجوا من مكة، وكان مسموعا معروفا، اتركوا مكة واخرجوا، ولأنه سيأتي بلاء عظيم وأنتم لا تتحملونه، يعني أبعدوا أنفسكم، وأما حماية الكعبة فربها يحميها. فالناس بدأوا يخرجون من مكة إلى الجبال، فهذا الملك نزل في مكان قرب الكعبة، يعني قرب مكة ولم يدخلها بعد. فلما أخذوا إبل عبد المطلب ذهب عبد المطلب إليهم وكلمهم ورفعوه إلى أبرهة، جاء إليه ولك كان له هيبة عظيمة عبد المطلب. فلما ذهب إليه ورآه أبرهة أعظمه، رجل ذو هيبة، يعني هو في ظهره نور النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف لا يكون له هيبة وهو يحمل النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره، لأنه منه عبد الله منه والنبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله. المهم لما وصل إليه فعظمه الملك أبرهة، فقال له ماذا تريد؟ فقال له أنا جئت لأطلب منك أن يطلق لي الإبل التي أخذت مني، 100 إبل أخذت مني، أريد أن ترد لي، جيوشك أخذت هذه الإبل، أطلب أن تردها لي. فقال له أبرهة لما رأيتك عظمت شأنك، لكن الآن يعني ما عدت عندي هكذا كما كنت أولا رأيتك، كنت أظنك تحدثني عن بيتكم الذي تعظمونه، أنت تكلمني عن الإبل. فقال له عبد المطلب، هذا مما يحكى في قصة هذا الأمر، فقال له أما البيت فله رب يحميه، أنا أسألك أطلب منك عن الإبل التي أملكها أنا، وأما بيت الله فهو له رب يملكه يحفظه. فبعد هذا الأمر تجهز أبرهة وتوجه إلى الكعبة ليهدمها، يعني كان له شيء أغاظه وكان يريد أن يهدم الكعبة. فلما وجه الإبل إلى نحو إلى جهة الكعبة، الإبل يعني لما وجه الفيل، هذا الفيل الكبير لما وجهه إلى جهة الكعبة ما كان يتقدم، وإذا أداروه إلى جهة أخرى يسرع، عندما يوجهونه إلى الكعبة حتى يذهب ويقود الجيش معه ليهدموا لا يتحرك، لا يتحرك، كأن أقدامه سمرت مسمرة على الأرض، يضربونه 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 لا يتحرك، وهم يريدون هدم الكعبة. وهم على هذه الحال الله تعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل، هذا مذكور في سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر هؤلاء الذين جاءوا وفي مقدمة الجيش فيل يريدون أن يهدموا الكعبة، ألم تر ماذا فعل الله بهم؟ فأرسل عليهم طيرا أبابيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تر ماذا حصل بهم، كيف رد الله سبحانه وتعالى كيدهم. ففي ذلك العام
يعني في تلك الحادثة يعني ختمت الحادثة بأن أرسل الله تعالى طيورا وهي تحمل كل طير يحمل معه حصى صغيرة لكن جمرة كأنها جمرة نار، كل طير يلقي هذه الحصى الصغيرة على جيش من جيوش أبرهة فتنزل على رأسه، وكانت مكتوب عليها اسم من تقع عليه سبحان الله، لا تخطئه لا تصيب غيره، تقع عليه وتذيبه ويتقطع جسمه جسده ويموت، تلك الحصى التي توقع عليه تقع عليه. فلم يرق منهم إلا من يبلغ الخبر، من يوصل الخبر، حتى هذا بعد أن أوصل الخبر وقعت عليه، كان الطير يتبعه وراءه ثم ألقى الطير عليه هذه الجمرة فمات سبحان الله. ففي ذلك العام الذي حمى الله بيته من الجيش الذي في مقدمته الفيل ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك سمي ذلك العام عام الفيل.